الزواج معلوم عند الله عز وجل، زواجك من فلانة وزواجك من فلان معلوم عند الله وليس مكتوبا، يعني معلوم، وما يعني هذا في علم الله، لأن لا يقع في الكون شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، والله يعلم. وأنت تأتي بالاستخارة والاستشارة والاستنارة والتساؤل والمحبة والعاطفة والميل والاختيار لتحقق علم الله وتحقق مراد الله، لكن لك أن تطرق هذا الباب، لأن أنت مخير، أنت في الزواج غير مسير، أنت مخير، والإنسان يحاسب على ما فيه مخير، ولا أحاسب على ما فيه أنا مسير، يعني لا أحاسب على اليوم اللي ولدت فيه ولا اليوم اللي هموت فيه، هذا تسيير لا دخل لي به، ولا على لوني ولا طولي ولا قصري ولا لون شعر أبدا، لكن مخير في إيه؟ في تصرفاتي وسلوكي واختياراتي. فالزواج اختيار، ولا بد أن تستخير وتستشير وتستنير وتتريث وتشوف المعايير المختلفة، ثم بعد ذلك يأتي فضل الله في إتمام هذا الأمر أو عدم إتمامه. هذا والله أعلم.